نعرف المنظمة هي منظمة تجمع بين الأمن وبين الشباب، دونك خيرنا باش يكون التجمع نتاع البوليس بروكسيميتي نتوسعوا فيها أكثر ونخدموا أكثر على شرطة القرب أو هي ما يسمى بشرطة الجوار. دونك اليوم تلقى شباب من مجتمع من كامل القطاعات ومن كامل شرائح المجتمع التونسي. اليوم التطرف العنيف ديما انا نقول اللي راهو لازم معناها اي داء لازم من الاول معناها يقع الوقايه منه اكثر منه من العلاج. دونك ام شباب تونس اليوم قاعده تخدم على الوقايه، اليوم نخدموا على الناشئه على الشباب على المحيط المدرسي على المحيط الاسري. الامني دوره اكثر منه زجري، لازم يكون وقائي ولازم يكون توعوي وتحسيسي. احنا كامنيين معناها الحمد لله عندنا الفرصه باش نجموا نشاركوا في المجتمع المدني، ومشكوره وزاره الداخليه اليوم فما شبابها اللي الحمد لله مثقفين وواعيين ونعرفوا ونفهموا اللي راهو معناها الجريمه لازمها تتحارب بالوقايه اكثر منه معناها بتنفيذ القوانين او بالزجر معناها.